الاهلاوي عارف كيانه هو مين. في البدايه اكيد برحب مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم الكره والجماهير. اكيد شعارنا زي قبل اي كل مباراه مهمه افريقيا يا اهلي. لا حديث يعلو فوق نهائي بطوله افريقيا النادي الاهلي امام الوداد المغربي، فريق محترم، فريق منظم، فريق قوي، عشان كده وصل في النهائي. تحترم الخصم تقدر تحقق اهدافك، وهو ده اللي علمه لنا النادي الاهلي. في البدايه عندي امور كتير هتكلم فيها النهارده، خصصنا الحلقه كمان لحضراتكم لنتكلم الشحن المعنوي لجماهير النادي الاهلي. اكيد انا عارف كل اهلاوي هيروح عارف دوره ايه في المدرج، لكن طول الوقت مع بعض بنتكلم في كل حاجه. عشان كده هنقرا رسائلكم من خلال الحلقه، هنسمع اغانيكم، هندي الحافز المطلوب للاعبين في الاوقات المهمه جدا او اللحظه المهمه في تاريخ النادي الاهلي وهو بيلعب نهائي بطوله افريقيا السبت القادم ان شاء الله. وكمان مهم جدا يبقى معانا كمان جماهير وعندها خبرات في المدرج. فريق العمل اختار مجموعه اكيد بيمثلوا حتى لو جزء بسيط جدا من جماهير النادي الاهلي، الكل يحفز ازاي الكل يبقى ايد واحده، وهو ده بالنسبه لنا المهم. لا مجال للمهاترات، لا مجال للكلام الفارغ، لا مجال لأي كلام لا صوت يعلو فوق نهائي بطولة أفريقيا الأهلي أمام الوداد المغربي بحضور جماهير إن شاء الله كبير جدا بدعم ومساندة، فده الأهم بالنسبة لنا. الأهلي لما يلعب نهائي وده حلمنا كلنا مع بعض، كلنا بنحب الأهلي. قلت الكلام دوت يوم واثنين وثلاثة وأربعة، مادام حاجة بنستفيد منها كلنا ما نقولهاش ليه. مش هتكلم عن امور كتير جدا، كل حاجه في وقتها، ولكن في مباراه للنادي الاهلي بيلعب نهائي، شفت منظر جميل ورائع، فخر لكل اهلاوي كان في المدرج وغير المدرج وهو بيشوف جماهير النادي الاهلي. وبعد الثانيه 30 لسه اللعيبه بتسنتر، ومن ثالثه شمال بتهز جبال، هزت لعيبه النجم الساحلي، ورعب وخوف وتوتر كان سببه جماهير النادي الاهلي العظيمه. الجملة دي لو هي بتضايق البعض انا لا يعنيني. الجملة دي جماهير الاهلي في المدرج انسى اي حاجة، جماهير الاهلي دي ملهاش دعوة بأي حاجة خالص غير الاهلي يكسب. جماهير الاهلي الوفية العظيمة المحترمة ملهاش أي حاجة غير تشوف الاهلي على منصة التتويج. هو ليه بيروح يشتغل ويكافح وممكن يكون من أسرة بسيطة ويروح يسافر ورا الاهلي عشان يجيب التذكرة؟ هدفه مين؟ وبيعمل كده ليه؟ هدفه الاهلي. بيحب الاهلي من قلبه، بيحب الاهلي بانتماء، بيحب دايما يمشي على قيم ومبادئ النادي الاهلي، ملهوش دعوه باي حاجه تانية. دي لحظه مهمه في تاريخ النادي الاهلي. انا بقول لحضراتكم تاني، في ال 15 سنه الاخيره انا مسؤول من كل كلمه بقولها، في ال 15 سنه الاخيره اصعب بطوله مر بيها فريق ومطبات صعبه جدا قابلها الفريق مع حسام البدري للأمان. ارجعوا لفريق بيتفيست، نتيجة 1-0، بتلعب الفرقة هناك، بتعمل في الاستراتيجية اللي انت تقفل الملعب وربنا يكرمنا وتخلص المباراة تعادل ونرجع. الأهلي لازم يكسب خارج الأرض عشان يكمل في البطولة ويروح يجيب هدف واثنين وثلاثة وأربعة. تروح بمعنويات فيها خوف، فيها تحدي، فيها إصرار، لازم روح النادي الأهلي أمام الترجي، وتروح وتكسب الترجي هناك وانت خارج الشوط الاولاني مغلوب. يا جماعه انا بكلمكم كوره هنا، بكلمكم بخبره سنين، بكلمكم بمواقف، بكلمكم في تحديات مش موجوده والله غير في الاهلي. طيب الاهلي جه فيه جون في ماتش الترجي والدنيا صعبه وخارج بمعنويات صعبه جدا، انا محتاج ان انا اكسب. لكن الاهلي العظيم والفريق العظيم اللي احنا بننتمي له والجهاز الفني المحترم واللاعبين الرجاله هدفين رجعوا لنا بانتصار. قعدوا هناك زيدنا عليهم، قعدوا والاجهاد ونظرنا عليهم البعض وقاعدين وهيحصل ملل ومش عارف ايه، والاهلي يرجع بافضل نتيجه 2-1. والتوفيق بتاع ربك او ربنا سبحانه وتعالى. مين يتوقع الاهلي يكسب النجم الساحلي 6؟ لو سالت اي اهلاوي من اصغر واحد لاكبر واحد هيقول لك لا، يا رب هدف، يا رب هدفين، يا رب ريحنا وعايزين ثلاثة وخلاص ونقفل كده. لكن جمهور الأهلي موجود، الكل يسكت. جمهور الأهلي الموجود الحقيقي، جمهور الأهلي اللي بينتمي للأهلي بجد، اللي مش مستني أي حاجة، موجود وبنراهن عليه
الكل يستنى بما فيهم احنا. في اكتر من كده محدش كلمنا عن حاجه تانية خالص، محدش يدخلنا في فرعيات، محدش يكلمنا في الظرف اللي احنا فيه غير في الاهلي ونهائي بطوله افريقيا، حلم الاهلاويه، كاس العالم، كاس العالم والمبادئ واحده. هي كلمه مبادئ يعني مبادئ كتير، لكن المبدا واحد، واللي اتعلمناه حاجه واحده، واللي بنشوفه حاجه واحده، واللي نعرفه حاجه واحده، مش مليون حاجه ومليون كلام ومليون حاجه صعبه. كل انا قلت لحضراتكم انا مع مدرسه اللي طول الوقت تحط الحاجه في وضعها الطبيعي. فالوضع الطبيعي افريقيا يا اهلي، الوضع الطبيعي تقف جنب فرقتك، الوضع الطبيعي نشحن البطاريات مع جماهيرنا ولاعبتنا والرسائل اللي بنتكلم فيها طول الوقت، نشحن بطاريات الكابتن حسام البدري يدخل المباراه من اعلام اهلاوي وغير اهلاوي وجماهير النادي الاهلي تشحن، مش اللي انت تقول كسبت النجم ستة صفحه واتقفلت. ده اكبر خطا اللي انا افضل عايش لغايه النهارده في مباراه النجم، ده اكبر خطا صدقوني. فمن هنا هنتكلم جماهيرنا النهارده كتير جدا، خصصنا الكلام ده لان فاضل على البطوله خطوه، فاضل على البطوله خطوه. مرينا بظروف صعبه خلال البطوله، لكن بجمهورنا ولاعبتنا الرجاله وجهازنا الفني المحترم قدرنا نتحدى الحاجات دي كلها. قدرنا، مفيش كلام ينفع اي كلام تاني النهارده غير نهائي بطوله افريقيا. انا شفت حاجات صعبه، انا مش عايز اتكلم في امور عشان ما تقولوش اللي انا بزايد. انا اكيد انا وغيري كتير بنعشق النادي الاهلي وبنحبه جدا وبننتمي له وندافع عنه، والاهلي مش محتاج حد يدافع عنه. الاهلي للامانه وهي دي الحقيقه، ولا انا درع ولا غيري درع، ولا انا سيف ولا غيري سيف، ولا انا اللي انا هيرو ولا انا ولا غيري. الاهلي عنده عمود فقري يقدر يحميه من اي حاجه، جمهوره. جمهوره حتى لما بيبقى فيه اخطاء داخل النادي الاهلي هو اول واحد بيرسائل تلاقيه موجود جوه التتش، رسائل عشان قلبه على فرقته، عشان منتمي. فاللي بيعمل كده ده يعلم ناس كتير قوي، وتلاقيه بيطلع لك بكلام في اوقات صعبه جدا، ولعيب يكون بيمر بمحنه وفريق بيمر وهو مضغوط بظروف صعبه وفريق محقق نتيجه صعبه، لكن مين اللي وقف؟ احنا؟ لا هم صدقوني. فمن هنا مفيش، اذا هرجع اكرر تاني، افريقيا يا اهلي ربنا ينصرنا ويوفقنا ونقدر نحقق نتيجه طيبه هنا، لان الاجواء هتبقى صعبه زي النجم الساحلي بالظبط، وهي دي رسالتي.